الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. وكتابك إني الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية وأنا درسي إني تضبي طبنات وكبل أبنى يا حديثك صدح بقول كنتن يصدح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حباب يا وحي كيمي نولشي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يقاب نولليت كي ونولا. باب كان ومكرر او سوعليي مر لبعض بنو سعودي. حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم عن سماك بن حرب قال وحري سمعت نعمان بن بشير بن مقلي يقول استقوله ألستم سومته دين وكم سجن دين في ضعام عنتو يو شراب عبتان ما شئتم وحدونتان برواقه يا نعم سوكم جرتان لنكم. لقد رأيت وحان أركي نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي نانرك والحال ما يجد أن هرين من الدقل تمرت يعني مد لذتي دوقة ما شيء يملأ كبحي بطنه على شيسه. وأنت يدك برواقه يحول وحد أنتان بعض هيستان لكن أنا وحان قب تشوكس وأهابوا ليه صحابكم أيضا النبي محمد حتى تمر تمد يدي لي تيوح وكدرقو وعلوشي سكبه حي أواي مركوا تواضع النبي صلوات الله وسلام عليه يحال ذيه أتكاي النبي الصامر. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال ضحيت إن كنا وحانوهين آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد قيس كي سبحانهين نمكثك وسقنا ذا شهرا بالبان سقنانين ما نستوقد أنقو أنشدين وحرنين نار ضب أنشدين بنار ضب أنشدين إن هو ما هو أرنك ماهان هذا إذا ضب شدين ودرب أن لكرنين نلوشي إن محاد كرن ولا يدين بك جوابس إن هو ما هو أرنك ماهان إلا التمر والماء تمر يبيوم ويوحك لكم أن النولين. رواية لو حيلة هاي أرنكم ما هين يعني مركي لويدي يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء حبريري محات كن نوليدين ونولوشي نو أي حي وحكويري يعني وحي تري تمر تأي بيها لبدا مدمدوبا نكون نولين. لكن وحاشر إلا أنه كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح. نبي محمد وحاوصنا درس أنصار أوصنا يوم حول أي مالان بين الحيين مرك وحي ماليان بين نبي وكين جيران مرك غار كودنا رواية مسلم وحي لها هاي ثلاثة أهلة صدح بلود اسكسو وريقي قرية نبي قريه نبي قد دبل قمش ديجر. حدثنا عبد الله بن ابي زياد عبد الله بن ابي زياد يعني ابن حكم ابا عبد الرحمن الكوفي وصدوق اخرج عنه يعني الامام الترمذي وابو داود وابن ماجه. حدثنا سيار وسيار بن ابي حاتم وصدوق له اوهام اخرج عنه الاربعه الا ابا داود. حدثنا سهل بن سلم العدوي أبو سعيد صدوق أخرج حديثه الترمذي فقط من بين أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي منصور يزيد بن أبي منصور يعني أبو روح البصري لا بأس به أخرج حديثه الإمام الترمذي وأبو داود في القدر. عن أنس بن مالك عن أبي ضلحة أديركي وحكوري قال وحري شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحانه وقسوا أشكتوني الجوع قاتش أن أوصو الشيغاني قاتش حنين نحس ورفعنا ونكري اللي عن بدوننا على الشيضة عن حجر حجر لقح لقح بأنه كري اللي
manaa calooshiiba si calooshii markay gaajada ay ruuxu yahay way isku dhacaysaa, marka si aanay isugu dhicin xoogaa taaka ay u hesho, qof walba dhagax buu caloosha ku xidha. Warafacnaa waan kor yeelnay, can buduunina caloolaha iyagii waxaanu ku kor yeelnay, can xajarin xajarin dhagax dhagax baanu ku kor yeelnay ku xidhay. Farafaca rasuululahi sal allahu alayhi wasalam, rasuulka ilaahay wuxuu kor ugu qaaday can badnihi calooshiisa xajarayni laba dhagax buu isagu ku xidhay. Dayib, marka waa xaalad ka mid ah xaaladihii ay soo mareen xadiiska sanadkiisana dacfi baa ku jiro, yani mukhtasaru shamaa'il al-muhammadiyya wuu ku daciifiyaa sheekh Naasir. Qaala abu ciisa wuxuu yidhi hada xadiisun qariib, waa xadiis daciifa, min xadiisi abi dalxa laa nacrifuhu u garan mayno ilaa min hada alwajhi, dariiqaan isaga mooye dariiq kale u garan mayno. Wa macnaa qowluhu hadalkiisi uu yidhi warafacnaa waanu kor yeelnay, can buduunina caloolaha iyaga, can xajarin xajarin dhagax dhagax baanu ku kor yeelnay. Qaala wuxuu yidhi kaana axaduhu midkood wuxuu ahaa, yashuddu mid ku adkeeya, fii badnihi calooshiisa alxajara dhagaxuu ku adkeyn jiray, min aljahdi yacni dhibta jirta daraaddeed, iyo wadacfi tabar darada, alladii kaasoo yacnii bihi uu ujeedo aljuuca gaajada uu ujeedo. Qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadasanaa muxamed ibnu ismaaciil albukhaari qaala xadasanaa aadam ibni abi iyaas, aadam ibn abi iyaas in badan baynu soo marnay, ibnu cabdiraxmaan alcasqalaani. طيب أخرج الإمام البخاري وأصحاب السنن الأربعة حديثه إلا أبا داود. حدثنا شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة سند كنتي سكلا وين صومرنا. قال وحول أبو هريرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال صوبحي في ساعة صعده نبي صلوات الله وسلامه عليه صوبحي لا يخرج فيها أن صوبح جرين وقت أن النبي محمد عاد وهين إنه صوبح أي صوبحي قرقس كصوبحي ولا يلقاه أن لك المجرين فيها صعد قده إذا أحد روح فأتاه حوي من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآي سوافق إنه إسنا قرقس كصوبحي أبو بكر بأويمي فقال وحري ما جاء بك يا أبو بكر ومحاكو كيامي. قال وحري خرجت وان صوبحي ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أن لكل ما وأنظر في وجهه وجهي سنة أنفيري وجهك شرفت بدن النبي محمد أنفيري يو التسليم عليه ينا سلام نبيك صلوات الله وسلام عليه فلم يلبس مان نجا النبي صلوات الله وسلام عليه أن جاء عمر إلى عمر نؤيمه أبو بكر يا نبي يا عمر فقال سؤال شبه ويدي نبي وحولي فقال وحولي صوبنه ما جاء بك يا عمر عمر ومحاكو كاني قال وحولي الجوع قاتشا دبدا يقودي وحكى لساعدا انقرقي وانقما صوبحيني قاتشا إسو سارتي. طيب قال وحولي مركة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحولي الجوع يا رسول الله رسولك لو قاتشا إسو سارت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلي وحولي وانا قد وجدت انغنا وان هلي بعد ذلك كبركي وحا كسو ساري بركي او غاجدا ايا يعني مركا انغنا اي سو سار. فانطلقوا يعني مركا بحا الى منزل ابي الهيثم فانطلقوا ويبحين الى منزل ابي الهيثم ابن تيهان الانصاري. ابي الهيثم ابن تيهان الانصاري غرغي سيبي ادين وكان وحا نكاسنا رجلين كثير النخل والشائي نن بيريه ستمرتنا أي بدن يهين أريه سي حوله سنة بدن يهين نن رقم بوح. طيب ولم يكن لكن وما نسقنا إنك له يسقى خدم وحش قالا مال هين نن سقى غير كي سوى دكتور بيه سصور عن صدق أيوه. فقالوا حي لهذين لإمراتي هوين دي سوحي كوي لهذين أين صاحبك صاحبك أجي آوي سوتك أجي آوي. طيب فقال ذو حيتر انطلق وبحي يستعذب الماء يسقو بينو ضلب بينور هادني فلم يلبس ماني نجا النبي يا صحابتي سي ان جاء انو يمي ابو الهيثم منك الى ذو يمي بقربة قربت بوليمي يا استبرار يزعبها يعني مركا الرحمه يو دغدغاقيا وبحا مركا
weelka hadiyo goor marka biyuhu ay ku jiraan oo balaqbalaqaya waxa lagu yaqaanaa inuu dhaqdhaqaaqo ruuxmo marka sibraarkiyo biyuhu ay ruuxayaan buuyi yazcabuha xaaluu dhaqdhaqaaqayo yataxarak fawadacaha wuu dhigay sibraarkii iyo qarbadkii buu dhigay ثم جاء وايم يلتسم النبي صلى الله عليه وسلم اسغو النبي اسكو دجينايو معناه النبي معانقين يو سو دوينيا ويفديه اسغو كفرنيا بابيه وامه ابيه يهويدي علي فداك ابي وامي يا رسول الله ثم انطلق بهم ولبحي الى حديقته بيرتيسي حقيدي بولا ادي فبصد وأفدي وأجوجلي لهم يجا بصادن جوجل بأجوجلي درم بأفدي يعني جيد هستي ثم انطلق وابحا إلى نخلة جت مريد حق يسوع هذه فجاء وايم بقنو يعني قعم بوليمي لام بوسوق يتمر بدن أي سارنتها بقنو رعب بوليمي أما قعن باتقانا قعن بوليم فوضعه مركزه لجاي هرتو ودشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله وحولي أفلا تنقيت يعني مدنوس حشد نوس ميدد من رضبه رضب كيس مدنوك انت معناه إن تجيد كسوق يسو حكاك في النان لها إن أدمرها يعني نوس قيسا كاك في النان لها لانت يولين السوق يسو فقال وحولي يا رسول الله رسولك إله إني أنه أردت وحان دوني أن تختاروا إنا دورتان أو تخير أمات كلا دورتان من رضبه رضبتيسا هي وبصره بصره سينات كلا دورتان يعني قبني مدو حيكين ساقفك آد مرتيس هوريس نوع كلية إن آدن سينة أسقو كلا دورت بصره مركا وتمرتو مركا عردن كتخي وقيب قدودن هي قيب مركا آم بسلان أي سقوة تمحالي هذا بصره بيكبل آمت مركا بصره كقدوبتنا رضبه قاعده فضب كان مركي كجذبتنا بلحي بيجاردة بلحي كان مركي كجذبتهم مرحلة أفراد بيوحين نقطة تمر يعني تمر نقطة فقالوا الحلي يا رسول الله رسولك إله وإني أريد وحن إني أنجو أردت وحن دوني أن تختاروا إن دورتان أو تخيروا أمات كلا دورتان من رضبه رضبتي سيئه وبصره بصره سينات كلا دورتان فأكلوا ويعن الصحابة ينبيقوا وشربوا ويعب من ذلك الماء بيها إسقى به لوك يني قببا أي وحك عبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحي كيري هذا متك والذي نفسي بيده الله النفطيد أي قعنتي سكجرتان كل دارتي من النعيم نعموي كيبو كمديه الذي نعموي كاسو تسألون ليدين سؤالي عنه حق سيوم القيامة مالك قيامة يعني hadda marxaladan hadda aad fadhidaan ka hor gaaja gurihiin idin ka soo saarto haddana maxaad haysataan haddana waxaad haysataan nicmo yaani timir iyo biyo isla munaasabadaas uu ku boorinaya nabigu sallallahu alayhi wasallam laakiin aduun inaad qadayso ama aad cashayso ama aad quraacato saddexdii waqti aad wax cunto shay iska caadi oo noloshaadi ka mid ah ayay ka mid noqotay حاب الغيا بين هذا النعمة بوارك صوما نبي قلنا تمر إيا بيو أي عنين إيا هرقب وأي فلسطين ولي يا إلهي من كل دارتي نعمة والدي ويدين إياه مرقا إيا غيا نقوى كالدوين ذل حاس إيا هد يعني بات شوكتان بارد قبو ورضب تمر يعني رضب بعض هاي ستان طيب ونكس إيا وماء بيو بارد قبو أيضا ستان فانطلق أبو الهيثم باب حي أنت أسي عسومة دو حكور يا محي فرد كي يوحي وكسو كسو الرسومة تمرتي يا علابتي بيهن وأنت مقدمة دي كور يا عسومة فانطلق أبو الهيثم باب حي نينك ليه ليصنع لهم سيء وقصة من ضعاما عنتو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي حكولي لا تذبحن لنا هنوق ورعين ذات در نف عانا له نو غورعين من ديدا كا الالي نف ارمان هنوس غورعين بو كير نبي صلى الله عليه وسلم عليه فذبح اللهم وحو غورعي عناقا وحرب او غورعي او امس جديا اورغير بو غورعي
waxaan hadda dhaylada aynu idhaahneen neef weyn intay kaa iibiyaan bay ku oranayaan kuwa dheeladu dhaylaa jirta dhaylaa lagu siina maxaa dhaylaa waa neef weyne marka waxar yar ama orgi yarba uu soo gowracay oo usoo biray faataahum bihi wuu u keenay fa akaluu way cuneen faqaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi hallaka khaadimun khaadima kuu sugnaaday war shaqaale ma leedahay dayib waataynu nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi idaa uhdiya ilaa shayin haddii shay loo hadiyo nebiga kaana yusiibu calayha wuu ka abaalgudi jiray khaadim ma leedahay buu ku yidhi qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi faidaa ataana markuu noo yimaado sabiyun qafaal uu noo yimaado faatinaa noo kaalay dad addoommaa oo la soo qafaashay markay noo yimaadaan noo kaalay shaqaalan kaa siinayna fa utiya nabiyu sallallahu alayhi wasallam nabiga waxaa loo keenay bira'sayni ma laba madax oo laysa macahumaa la jirkooda aanu ahayn saalisun mid saddexaad laba addoon keliya la soo qafaashay oo la helo mid saddexaad aanu jirin abulhaysamna marka ballan buu lahaa sooma faataahu waa u tegay nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh abulhaysam baa u tegay faqaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi ikhtar minhumaa yacni ka dooro labadoodan mid ka dooro buu ku yidhi nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh faqaala wuxuu yidhi yaa nabiy allahi nebiga ilaahyow ikhtar lii ii door adigu ii door faqaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ina almustashaara mu'taman ruuxa lala tashaday waa la aaminay qaacido fiqigu ka soo saar ina almustashaara mu'taman ruux la aaminay wa waxaa nabigeenna ka sugan salawaatullahi wasalaamu calayh abu daa-uud iyo tabaraani iyo qeyrkood ay warinayaan wuxuu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh man ashaara ilaa akhiihi amran yaclamu ana rushda ilaa kayrihi faqad khaana ruuxii walaalkii u tilmaama arrin uu og yahay sidii sawaabkii inaanay ahayn wuu khiyaameeyey walaalkaa baa kula tashaday waxaa ma sameeyaa markaasaa tiri samee waxaad ogtahay waqtigan inuu ku khasaarayo ma ganacsigaa ma sameeyaa noocaa ma galaa maya gal haddii yacni aad nasiixadu waxay keenaysaa waxaanuu ku weydiiyey haddii marka aanay suuq lahayn inaad u sheegto tira war marxaladan ka joog soo ma man ashaara ilaa akhiihi amran yaclamu ana rushda ilaa kayrihi faqad khaanahu maxaa yeelay ina almustashaara mu'taman ruuxa lala tashaday waa la aaminay khud haada midkan qaado buu yidhi haddaad aniga xilkii igu soo wareejisay fa inii ra'aytuhu waxaan arkay yusalli isagoo tukanaya wastawsii bihi macruufan wanaag iyo samana u dardaaran midkan waa muslim isagoo tukanayaan arkay kaxayso dhaqan wanaagsan kula dhaqan samaha iyo wanaagana u dardaaran fandalqa wuu baxay abulhaysam nin kale yidhaahdo ila imraatihi haweenadiisii xaggeeda iyo gurigiisii buu aaday fa akhbarahaa wuxuu uga warramay biqowli rasuulilaahi sal allahu calayhi wasalam hadalkii nebi maxamed ee ahaa wastawsii bihi macruufan wanaag u dardaaran faqaalat imraatuhu haweenadiisii baa waxay ku tidhi dumarku isku mid maah maa anta adigu ma tihid bibaaliqin mid gaadhaya nusqooyinka qaarkood waxay qoraan maa anta bibaaliqin xaqa maa qaala nabiyu maa qaala fiihi nabiyu sal allahu calayhi wasalam xaqa bay ku daraan maa anta adigu ma tihid bibaaliqin mid gaadhaya xaqa maa qaala fiihi nabiyu sal allahu calayhi wasalam wixii uu nebigu sheegay ninkan uu ka sheegay xaqiisa ma gudan kartid ilaa an tuctiqahu inaad xorayso mooyaane faqaalat imraatuhu yani faqaala wuxuu yidhi ninkii abulhaysamaha wuxuu yidhi fa huwa catiiqun yacni waa mid la xoreeyey ilaahay dartii baanu xoreeyey marka arrinkii baa nebiga gaadhay salawaatullahi wasalaamu calayh faqaala nabiyu sal allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ina allaha lam yabcas nabiyan walaa khaliifatan ila walahu bidanatan ina allaha alle subxaana wa tacaala lam yabcas maanu soo bixin nebiyan nebi maanu soo dirinayo walaa khaliifatan nin madaxweynaa ilaa walahu waxaa u sugnaatay bidanataani laba saaxiib hoosaad baa u sugnaaday waqtigan casriga maxaynu nahay xog hayn laba xog hayn baa u sugnaatay bidanatun bidano iyo xog hayni ta'muruhu waxay faraysaa bilmacruufi samahay faraysaa wa tanhaahu waxay ka reebaysaa can ilmunkari xumaatada wa bidanatun bidanana laa ta'luuhu ka gaabin mayso khabaalan inay fasahaadinayso
يعني حتى ضدك صاحب كلتهاي الله بمدون يوقف سماها يوانا جاجا كوكولاتا ليا يوقف فساد كفرة سو انت اون ما النبي يقول صلوات الله والسلام عليه وبدانة بدانة يا حكاين لا تألوه كجاب ميسو يعني خبالا اي فسادا يعني فسادك يحميه الروح اي مفرد ومن يوق الروح الى الاليو بدانة السوء يعني صاحب حصاد حن روحي الى الاليو فقد وقي والا دوري والا الاليو يا النبي صلى الله عليه وسلم حلقه قادنا يا مركا حديث كا نبي صلوات الله وسلامه عليه قاب نولوليت كيسي صدى اهيد او بابي معيشة النبي صلى الله عليه وسلم حكى له لقى قادنا يا قيمها اي ليدا هاي هاوين تو وناكسن اي اد نور لقيب سطو اي وحلو ذاكتو نبي وحول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ووكيل وناكس والله تلي وناكس حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد بن سعيد حدثني أبي ومجالد بن سعيد عن بيان بن بشر حدثني قيس بن أبي حاسم ننكاس مجالد وضعيف ضعيف مجالد من ضعف بأكتر قال وحولي سمعت سعد بن أبي وقاص بن مغلي يقول سقولي إني أنه الأول رجل نمتك أقوه ريي بانه وأهراق دادي دم ليك في سبيل الله عز وجل إلهي وددي سكو دادي وإني أنه الأول رجل نمتك أقوه ريي بانه ورمى قنا بسهم الليب في سبيل الله إلهي سبحانه وتعالى جدكي سليب يقمنك قنا ولقد رأيتني وحاني سركي أغزو أني دولي في يعني في العصابة مع عصابة جماعية كوح لشركو أني قول لدولي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أصحابتي سيكمضا ما نأكل ما ننعنين إلا ورق الشجر درت علين تيدم ويوحك لما ننعنين يو الحبلة يعني أبقضا أما قبعضا وحلويقا نمو يوحك لما ننعنين حتى تقرحت إلى أي دل دل عضي أشداقنا قول الله دي إلى أي دل دل عين إلى قول الله دي أي بوغستين يعني سيدي علينتي يا قبعدي أي يا أبقدي أي قول الله دي دل دل عين يعني ما كان نبريش وإن أحدنا متكيو لا يضع حوليقي كما تضع الشاة والبعير هذا نحاك يفردي أفري سننا حاك قدش أفري سننا نفك أريجا يعني نفك جيل الصالة ودقو كلا ندقيني لو على الله محبوك ترن وحن غيني وأصبحت عفوا وأصبحت بنو أسد ريب بنو أسد وحي أهادين يعزرونني إن يقول دقال يان ويقول عيبين يان في الدين دينك لقد خبت يعني وان هوغي إذن هديب ريب بني أسد أي ديني شيغيان وخسرت وان خساري وضل عملي عمل كي يكون والومي مناقبتا يا امانتا وحوشي يا سعد بن ابي وقاص مر يعني انت يعني لوغدغي امير لوغدغي عمر بن الخطاب اي كسو دعويين واي لهذين حتى لا يحسن الصلاه حتى صلاه ما يقال سيده لو تكذب تتكوى دي بدي صبح وادي بدي طيب سعد بن أبي وقاص وعشرة المبشرين بالجنة حكم ديه طبنكي جنة اللوغ بشاريه وكم ديه أيقو أدونك تشوه ومع ذلك والله هيستايو وحال ليه حتى صلاة دي متك يعني سفع عن أمتك نو مع عدالة صميد عيدا كمرة وربدا بالوسو إذي مركزو حولي أنه وحانا هاي قفكي أغوه الرئي إلهي سبحانه وتعالى درتي ليك وضاديها وحانا الروحي يقوه الرئي الليب إلهي درتي أقنا أنه طبنا وصحابة النبي محمد كمدا ندوليني أو صحي إيا وحانا عنو حتى آن هايسا إلا درتا يعني أبقضا أن عنين مركزا ما أنت ريبني أسد أي عيبين يانو صلاة دي دينتي أي عيبين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا محمد بن عمر بن عيسى أبو نعامة العدوي أبو نعامة العدوي يعني أخرج حديثه الإمام مسلم وابن ماجه وصدوق اختلط وعقله الترمذي في الشمائل أبو داود في القدر سمعت خالد بن عمير خالد بن عمير العدوي البصري ومقبول أيان مقليب يري
وسويس أبارقات سويس نكلي أبارقات أيان مقليب يري ابن جياش العدوي البصري مقبول أخرج حديثه والإمام الترمذي في الشمائل فقط. قال وحي له انبعث عمر بن الخطاب وحو دري عتبة بن قزوان عتبة بن قزوان بودري وقال وحي انطلق بح أنت أدق إيه ومن معك عيد كل شرت كل صعوتة بح حتى إذا كنتم مركاتهين في أقصى أرض العرب عربت دولك إذا ميش وقفق مركات قادان وأدنى أرض العجم يعني عجمت إيدتك أن عربت أحين دولك إذا ميش وقفق عرب وسو حكتنا أدقادان عرب ميش وقفق بيس حدودة dadka aan carabta ahayn dhulkooda ugu soo dhow carab ugu soo dhow meesha gaada fa aqbalu way tagen yani warkii bay qaabileen umar way tagen hatta idha kanu markay ahadeen bil marbadi yani idha kanu markay ahadeen bil mirbadi mirbad ka meesha leh mirbad bikasr al mim mirbad ka waxa la yiraahdaa meesha raashinka lagu engajiyo ayaa la yiraahdaa asalahan حسلوتشي إذا ماشي جيلة يعني لو حابسة مال جيلة لو حلو لو يبيني أي وشي ذين هذا وحلوتشي إذا ومال شام كامل بالمربدي مربد ماشي أمركي قاري ومال بصرة كامل وجدوا حي هلين هذا الكدان يعني هذا الكدان كدان كو نجاح يريرو عد عد أو دوبض وكلا يعني هذا الكدان نجاحا أي هلين نجاحي لقح يعيد يوحي أحيد يعني قاب شقرافية كرلك وحلقو كلا قرن أيه كعرض قاضي لقح قاضي ماشي نواتهم وامي الهبلة الله شيري ووجدوا وحيها لأن هذا الكدان يعني لقح عن السقع لقح عن ير ولقح على عد كدانك أرضو بدو كلا فقالوا وحي ما هذه مدن محيتها هذه البصرة بصروي يا الوير فصاروا وي سعودين حيدين قرن حيث قرى مكان هو اسكوميت مكان وميل مجا واسكون وبوس كدان وحوي وبوس كدقيح يا لقيح لا علامة دي يستانتي مركا لو قرنا فصاروا ويسعدون حتى إذا بلغوا مركي قارين حيال الجسر الصغير يعني بونضير حيال ومقابل بونضير أما بريتشير كوبيجي سمركي قارين فقالوا حيلادين ها هنا هلكن أيا أمرتم ليدن فرعي فنزلوا ويدقين فذكروا الحديث حديث كما يشيغن بطوله أي معدوله إرى الكيس حديث كأيض ولا لقب قالوا حيلي فقال عتبة بن غسوان بأوحري لقد رأيتني وحاني سركي وإني أنيقا أو لسابع سبعة تضبا متك تضبا يا لحبان تضباك وأهاوي معنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله لتركيسا ما لنا نمسقنين طعاما عنتو إلا ورق الشجر لرتع لنت يدمو يعني وعكلمان اللهين حتى تقرحت إلى أي دلدل عضي أشداقنا قول الله إلى أي دلدل عين فالتقطت يعني وانقاطي بردة قو التقاطك على الشيء قالوا لك أنتو كل عيات سوق عادتو يا ليه يا بادي ذا فالتقطت وان قاتي بردة تنقو أما معويس فقسمتها وحنوقي بيني أنيقا دحدة دي وبين سعد بن أبي الوقاص حالة دويس كل ذا تنلوش واضكتا أنيقا سعد بن أبي الوقاص بالله أكلا قوصني فما منا نقمد ماها من أولئك السبعة تضبضا إيضا أحد روح إلا هدون نقمد يهي وهو يسقو أمير مصر من الأمصاري تضبضاس أن وحي لبستان يا وحي حدان حتى أن هلين ما أنت نيم ولي بمقالو قدومي يكي هاي يعني مركا مضحو كيها وستجربون واد أغاندون تنبوي لأل أمراء أمراء بعدنا أنك نقدم بينا واد أغاندون تنبوي تشربي دون تنبوي صحابة النبي قال ما أنت وحكي شيء لسان هو نقدم بي أنك نقدم بي واد أغاندون تنبوي عيال الصحابة النبي قال وأشيل كي نبي محمد أو بربارين يدتك كوا أو خير كبدن بوه مركز سعد بن أبي وقاص يدتك ما أنت وحكي شيء جي أيو فرينت جارسين يوحلي وستجربون الأمراء بعدنا كوا أنا جن قدم بيا أي دكان دون تام لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه
زمان إيه وقت مي ما دو إلا ككذا بيا كشر بضم. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا روحي بن أسلم يعني روحي بن أسلم أبو حاتم البصري الباهلي والضعيف أخرج حديثه الإمام الترمذي فقط. أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حقيقي وخفت ولعبسق لي في الله أي في دين الله دين إلهي بل يعبسق لي لحدث والحال ما يخاف أحد روحنا أن عبسني أما ما يخاف أحد أحدنا أن لعبسق لني ولقد أوذيت والدي في الله إلهي سبحانه وتعالى في دين الله دين إلهي لحدث الله يقول لي وما يؤدى أحد يضر روحنا أن لدبين ولقد حقيقي أتت علي وحي صومرتي دوشي إذا وحا صومرتي 30 صدا من بين يوم وليلة وهبين يمال ودحية صدا هبين يمال إسكتشر أي صومرت كاسو مالي أنو إسكنين أنيغا إيو ولي بلال بلال أنو إسكنين طعام عنتو داسو يأكله أعنو ذو كبد يعني مدبير صاحبه مدبير كي سقيه وحيوان عنو حتى أنو أن هيسن أي نسومرس إلا شيء شيء يواريه أو قريه أو أسطره ابدو بلال بلال يعني مكا كلكشيس كلكش هذا هذا يقول حال سوق لي وحير ولا قرنة يسمى وحير ولا قرنة يعني عن ثم أن نهيل ترين إلا وحير نوع عصا يعني مكا مويان سندك أبو حاكوشرة أبو حاتم البصري أي كوشرة لكن شواهدك الحديث كله يهي شيخ ناصر وحصحك صحيح يا لا صحيح هذا لبكن لب بقول يا لبي لباتن لبكن صدح بقول لبي لباتن مختصر الشمائل المحمدية يعني سجن أبو كتل المام بقول يا شنيتم رقمك. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد العضار حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه لم يجتمع ماني كل من عنده نبي أكتيسا غداء ولا عشاء يعني غداء يعشتون كماني كل من نبي صلوات الله وسلام عليه غداء قدر يولا عشاء عشاء من خبز ولحم يعني مركا شباي محوها صبايد أما شباي محوها شباتي أما كيميس وحلده يهيلي بوضع الصعود النبي أكتيسا كما كل من إنه عشاء يقدر لبضع وقوة حمي إلا على ضفف إنه مرتوى حلعنا يمويا لبا وقتي عادي وقرق نبي جهيل بلقيها لي يعني ما جرته أيو لي إلا على ضفف إن مرتي مركا أيوتي ما دو مركا أو حلعنا مويا حديث كهر إنه أصوى مرني ومكرر وسوع لي قال عبد الله وحيد قال بعضهم حيدا هو كسرة الأيدي ضففك وحوي وقعمها فرح بضن صحن كي ضد بضن قعنت وذقليانه إنه مرتي وحلعنا وحي والضفف وحوي وهو الحالة النادرة مع الضيوف أو مع كثرة العيال. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا ابن أبي ذئب بسنة كان عصب ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن حارس بن أبي ذئب القرشي أبو الحارس المدني ثقة فقيه فاضل أخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة. عن نوفل بن إياس الهذلي ومقبول أخرج حديثه الإمام الترمذي في الشمائل فقط. كان عبد الرحمن بن عوف بوحوها لنا أن نقوح نوعها جليسا يعني مذان لفرصا نوعها وكان وحوها نعم الجليس مثل لفرستو لرفيق مثل وقوة ناكسنبوها وإنه انقلب وسوق دوم بنا حق يقع ذات يوم مال المالمها كم يدون وسوق دوم نويمي حتى إذا دخلنا مركان وقلنا بيته وقرقيسا دخل وقلي فاقتسل وسوق بيستي ثم خرج وصابحي وأتينا وحان الله كان بصحفة حيرة فيها وقوس وقلنا هاي قده هذا خبز ولحم حيرة هيلب إيا مركا كميس أي كجرته أما جبايد أي كجرته أيان الله كان فلما وضعت حيرة دي مركي لديك أيو وحو قد قلي فلما وضعت مركي حيرة دي نلقى لديك
بكى وأوي عبد الرحمن فقلت له وحنكولي يا أبا محمد أبا محمد ما يبكيك محاكا أهني ماشا مرتصور يا برواقو يسو دوين بابا تالي إلنتن يا إلمدن كاتم محيطة. قال وحولي هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى واردنتي ولم يشبع كمان درقن هو يسقى يو أهل بيته أهل بيت كيسي غيسس كيسي قحاس كيسي من خبز شعير هذا يعني كيميس يعني مكة لقدبي شبايتي لقدبي ما نكدرقن فلا أرانا إسماء رقن أخرنا إن لو دبدقي لما هو خير لنا وحنا خير بدن إن لو دبدقي إسماء رقن نبي محمد أدونك وحكتك أصغو شعيرك وهذا أما وقمن ديك مدى دليدته مدى ليدته حتى كيميس يجباتي لغسمي أصغو أن عنم بو أدونك كتك نبي صلوات الله وسلام على أن كدرقين أيو كتك مركا أن النعموين كان لو فرأي وحن قدال كيمي وحن وارقنا شيء امتحانا يعني إن خير نلو دبدقي ما نوارقنا حديث كسنة كيسا ضعف با كتره وحا كتره يعني نوفل إنك اللي رهدو أيا كتره طيب لكن رواية صحيحة شفتو ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واتين صومرني نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه لبما الموت أو إسرع رعصا يعني شعيرك أما هيداس شباتي لغسمي سبايد يكيميس لغسمي نبي كمان ودرقين إلى الأوصل حافظ بوحوري لهذا أبو جعفر الضبري أي وحوري في تهذيب الآثار وحكوري ونوفل هذا غير معروف يعني في نقله للعلم والآثار نوفل غازو أبيض عن القرنين علمي الصور يعني ورنتيس يا رواية عن لغو أقوان ذهب في الميسان وحكوري لا يعرف لما قرنين. قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم حباب يوحي كوي من دأدي النبي محمد صلوات الله والسلام عليه حدثنا أحمد بن منيع البقوي قال حدثنا روح بن عبادة أن صومرنا روح بن عبادة بن أبي العلاء أبو محمد البصري ثقة فاضل أخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة حدثنا زكريا بن أبي إسحاق المكي ثقة رمي بالقدر أخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة حدثنا عمر بن دينار أسألنا إن بضم بين صومرنا المكي أبو محمد يعني ثقة ثبت أخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس قال وحي مكث النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال نقادي بمكة مكاء يكون نقادي 13 تصدح يطبن بكون نقادي يوحى حاله وحيون إليه حقيس وبالمدينة مقالة مديننا 10 تطبن بكون نقادي وتوفي والله أفسد نبي والحال هو يسقن ابن 63 صدح يلحظة سنة أجرهم نبقى مقالة مكة وحو تشوغي وقت قيل له وحيودي صدحي طبان صنو مقالة مدينة وحو تشوغي طبان صنو وحيقا وحالقو بلا بيساقو أفرتن شرع عمر قامر كاللي سوقي نبقى صلوات الله وسلام عليه وصدحي اللحدن صنو وخاري مسلم يغير كود باورني قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار وابن دار قال حدثنا محمد بن جعفر وقندر عن شعبة بن الحجاج العتكي عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن جرير عن معاوية بن أبي سفيان أنه جرير سمعه حمقلي معاوية يخطب يسقى خطبينه قال وحي لمعاوية بن أبي سفيان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وادنتي والحال هو يسقنا ابن 63 صدح يلحظة سنة أجر وأبو بكر نوعدنتي وعمر عمر رضي الله عنهما وأنا عنقنا ابن 63 سنة نوي نوتكي سواء أوقي هاي أنا قنا صدح يلحظة كيبان مرة يا أبو لي معاوية قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا حسين حديث كهور إمام مسلم ترمذي يا إمام أحمد باورني حدثنا حسين بن مهدي البصري ابن مالك الأيلي وصدوق يعني مربضا وين صوت المان حدثنا عبد الرساق بن همام السنعاني
عن ابن جريج عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن سبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وما تودن طيب والحال هو يسقون ابن 63 سنة نبي وودن طيب يسقون صدحية لحدن شرقه أيود أنت رسول صلى الله عليه وسلم عليه واسيد الروايات كوب بدينه بخاري ورنية يا مسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع البقوي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف العبدي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وحين حدثنا إسماعيل بن علية إسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم المقسم وإن بغن النصامة علية وهو يدي عن خالد الحداء خالد بن عبد الله بن مهران الحداء حدثني عمار مولى بني هاشم قال وحولي سمعت ابن عباس بن مغلي رضي الله عنهما يقول يسقى لتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هوال وأفصده والحال هو يسقن ابن 65 شن لحدا سنوية في أيضا مركة وشاد وحان كجر عمار يعني مولى بني هاشم نينك لهذا وصدوق ربما أخضع أخدادي سامرك لغتري روايتك وحيو بدايهين صدح يلحدا. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن آبان محمد بن آبان قال وحي لهدين حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام بن عبد الله الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن دقفل بن حنظلة دغفل بن حنظلة ومختلف في صحبته وحنا صحى يعني مركز الصحابي آن وأحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوبي دوال قبض دوال أوصدي والحال هو يسقن ابن 65 سنة شن يلحدا سنة أجره رواية مركز وضعيف وضعيفه ننك يعني حديث كورينا دغفل بن حنظلة يعني وتابعي أو نبي قال لما نقول من حديثكم مركوا مرسل مرسل كنا وقسم من أقسام الضعيف بل شيخ الباني وحده ومنكر بخاري وحو وريا رواية الصدح يلحدا كأيويرها أكثر الإمام النووي رحمه الله تعالى وحده هي أصحها وأشهرها. قال أبو عيسى وحده ودقفل دقفل ننك لا نعرف له أقرا مينو سماعا مقل من النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكم غلئو قرن مينو وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي وحوها رجلا يعني نوي بها وقت النبي مركا هبوي نادي ما دام ان الله هينن علمي كان علم الروايه والدرايه وحيابها علماء اي حقيقيين وحاكمده يعني لبدا قف حتى اسكو وقت بها اهادين يعني ملك كلمي وحما كوريوا. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري الكوزج حدثنا معن بن عيسى سنة كان ترمذ آد بوحقور ينبض بن الصمر حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي اللويقة عن أنس بن مالك إن أنه سمعه حمق لي ربيعة حمق لي أنس كمق لي يقول سقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لوحوى ليس بالطويل البائن ليس بالطويل مثل إرمان وهي نبيه البائن أو در الكيس وحدا في حد كبحيه ولا بالقصير مثل قابن مان وهي نبيه صلوات الله وسلام عليه ولا بالأبيض الأمهق مثل عد وعدان كيس وسافي هين مان وهين حديث كما نصومرنا ولا بالآدم مثل مارين مان وهي نبيه صلوات الله وسلام عليه ولا بالجعد القدد متمه سوياد أدقيهن ما نوه النبي صلوات الله وسلام عليه ولا بالصبد تمه سمد بسيهن يعني مركا ما نوه وياد تلعسينه بعثه الله تعالى إلهي بصدري على رأس 40 سنة أفرتن سنة مدحود بألي سبحانه وتعالى صدري يعني أفرتن سنة مركو لما يستي فأقام بمكة مكاء يكون 10 سنين 12 سنة وبالمدينة مقالة مدينة وحكمنا قادة 10 سنين 8 سنة وتوفاه الله تعالى إلهي باء وفصدي على رأس 60 سنة 60 سنة يعني ومدح 60 سنة ومدح لقوي
يعني لحدن سنة مركو لما يستيبع إلهي أفسده وليس في رأسه مدح سمان يهين وكمان السقنين يا ولحيته قل كيسا 20 شعرة بيضاء لباتنتين أو عد أو عراء مدح يقل كمان اللهين نبي صلى الله وسلم عليه حديث كان حديث كي كواد عين كوب لوني كتابك طيب وينون إسوافتين وحين نروح على إسوافتين يا حديث كان صحيح رواياتك وحي أبدن يجين مقالة ما كوحو تشوغي نبي صدح يا طبعا مقالة مدينة وحو تشوغي طبعا وحيغنا وحال غوسو دجي اسغو افرتن جير وايمسا واليخدن يو صدح سنه لكن قولد له مغالده مكه وحو جوغي 10 سنه وحين نري يعني وحو وي وا القاء الكسر وحي تورين ججبك انت ديراتك هبي تورين واديغو هدا مخو اها 6 ديرات جيره او لغو ويديو لغو ايمسا جير باته يعني 6 بان جيره باتر لكن لما أما صدح وحبا كودر ما حاتورتي ماش كسرتي كسر جبال كسرت طيب ما وحانشرا لحدن يصدح بانشرا وحدا هان وشاكتي انت اتشرتي وكسر جي اياد ماش كسرت قال الامام رحمه الله تعالى باب ما جاء في وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حباب يوحي كويمي دمشدي يوفسي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا ابو عمار الحسين بن حريص وقتيبه بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي عن الزهري محمد بن مسلم الشهاب السوري عن انس بن مالك قال وحولي اخر نظره يعني اقمو في رمدي وقدم بيسي اي نظرتها انفري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي. كشف وحو فيدي النبي صلى الله عليه وسلم السترة داهب فيدي سو قلقي جوغا أي داهي فيدي يوم الاثنين مال سنين داهي فيدي مسلمين تيو تكن يفيرني فنظرت وان فيري إلى وجه سان فيري كأنه حاد مدى وجه جيسا ورقة مصحف مصحف يعني حاشدي إيا ورقدي باد مدى يعني حق عضانتا يصافي سيدة أطاهي نبي صلوات الله وسلم عليه في البياد والحسن والصفاء والناس ضدكنا خلف أبي بكر أبي بكر قداشي سيكوت كنية فكاد الناس ضدك وحي سيقين أن يضربوا إنا يسكد عن فرحد درادد صلاة انتك سبحان فأشار وحو إشار نبي صلوات الله وسلم عليه إلى الناس ضدك أن يثبتوا سقنادا النبي حنوسني وحسن وصوب حيا صلاة ويدن تجنيا ما صلاة دين رمست وأبو بكر أبو بكر نيا أمه ودتك تجنيا وألقى وحسيدا يا نبي السجف داهي وسيدا وتوفي وال أفصدي من آخر ذلك اليوم مال كاس آخر كيسيب على الأفصد خاري يا مسلم باورنا يا ابن ماجه يا نسائي بلادو وقتك الأفصد رواية بدل ما ينوصل صحيح حدثنا من حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر البصري ثقة ضابط أخرج حديثه الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة ما عدا ابن ماجه عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرضبان أبو عون البصري ثقة فاضل يعني أخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن قيس النخعي عن عائشة قال حيث كنت وحانها مسندة تنميت كتير سي النبي صلى الله عليه وسلم نبيك إلى صدر لابت إذا يحبت كي كان كسو تيري نبيك صلى الله عليه وسلم عليه أو مس قال وحي تري حجري لابت إذا كتيري فدعا وحوية ليوعو على النبي صلى الله وسلم عليه بضست حيرو ليبول فيه إنو كوكاتشو ثم بال وكوكاتش النبي صلى الله وسلم عليه فمات وعدنتي بخاري ابن ماجه يغير كود باورني رواية بخاري يدو حيفا إذينيسا إن حرد يعني مركا أو عضي إنتي أن لو كينينا أوردنتي نبي صلى الله وسلامه عليه حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البقلاني شيخ الجماعة ما عدا بن ماجه حدثنا ليس بن سعد الفهمي عن ابن الهاد ويزيد بن عبد الله بن وصام بن الهاد الليثي
أبو عبد الله المدني ثقة مكسر أخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة عن موسى بن سرجس ومستور الحال أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة عن قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أنها قالت وحيتري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بانركي والحال سقنا بالموت يعني قيرد وكس غنيها وسكرات الموت كي وكس غنيها وعنده نبي أكتي سوحاها قدح كوب فيه ماء بأي كتران وهو يسقنا يدخل وحقلنا يكوبك يده قعنتي سيقلنا في القدح كوبك ثم يمسح وجهه وجهه سكوم السحي بالماء بيها ثم يقول حول اللهم الله يؤعني يكالمي على منكرات الموت يعني شدائد الموت موت وحيابه صلى إنكرا ربتيسا سكرات كيس إله يكالمي ويفضده أو قال وحولي على سكرات الموت وأشك الراوي إله سكرات الموت يكالمي ساسو النبي صلى الله وسلم عليه سكرات الموت يكالمي وحويه يعني الله لبتا جريدة يفضده ساس بله النبي صلى الله وسلم عليه حديث كان مركا إساقه وضعيف لكن وحا صحيحا لفظ البخاري كي الله كان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات يعني موتك وحا أصغناتي سكرات با أصغنات شيخ ناصر وحكو ضعيف في مشكات المصابيح كل شنب قل لحظاني أفر يا مختصر الشمائل المحمدية صدح بقول يا فر إلى تنرقم. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن الصباح البزاز حدثنا يعني مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن علاء عن أبيه علاء بن الأجلاج وثقة من الرابعة عن ابن عمر عن عائشة قال وحيتري لا أقبض يعني أكما مايو أحدا روحنا بهون الموت جريدة فديت كذا أُجعلان ما يروحنا الله تعالى سن مايو بعد الذي كيك جذل رأيت وأنا ركي من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد لما شدي سي درنا شهيد أي درنيد يسدي جريدة سوايوات كيد روحان سكرات كإن لفظ ذي الله تعالى سن يا مجربيت معي علي يعني ونوع امتحان الروحي مركا دمداف يعني أسبابه لوجود دمداف يعني مركا كميضة قال أبو عيسى وحري سألت أبا زرعة أيام ويدي فقلت له وحنكوري من عبد الرحمن بن علاء وكم هذا متكن قال وحري هو عبد الرحمن بن علاء ابن الأجلاج ننك اللي يدهدوي حدثنا أبو كريب ومحمد بن علاء حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر يعني وانين ضعيفة أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه حديث كيسا لبدا الإمام ابن ماجه الترمذي وأورنيه عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وثيقة فقيه عن عائشة قالت حيتر لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركي لقبضوذي الأفصدي اختلفوا صحابته وحيسكوا خلافين في دفنه آسيتانكسي فقال أبو بكر بوحوري سمعت وان مقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحنك مقلي شيئا شيء ما نسيته أنا هلما من حالة دي نبي مركي لو أفصدي صحابته رضوان الله عليه ماني أرق يعني النبي دمنا يماني أرق مركزي جهوريرين عمر باكر دحكاي وحوري قف كان كمقلو نبي محمد واقيريوذي سيفتا صالح أبو بكر بأويمي أصحابه يقوى البحرسن ومرغيسن وتيرانيسن قرق نبي محمد بأقود بي صلوات ربي وسلام عليهم مرضوا كقاضي حلقة وجه يعني صلاة لبدأ أنه لحظوا ذكرهم كضي لقدبت حيا وميتا وصوم حي مركوا الصوم حين أمدي بالله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم مركزا وحن وجانب صحابة يلاهدين رضوان الله عليهم أيضا إن القرآن كقطرتي إنه النبي قد انتهى وأنه عدت مسألة الله بعد يسقى قبته وحي أحد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السديبا لمشدي سؤال تعاملنا ما وحن صمينا سدى
ددك بني آدم كلو آسو ميان واسينا مركان دقي إنه مسيدة ددك يعني لو دقوا أيان ودقينا يودر كان كم بحنينا نبي صلى الله عليه وسلم عليه مركي مسألة إسكو خلافين أبو بكر بوحر سمعت وحان مقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حان كم مقلي شيئا شيء ما نسيت عن الهلمامين قال وحر ما قبض الله إلهي ما قبض وما قبض النبي النبي إلا في الموضع بوسكي يمشي بوكو قبطي أو كو أفصد نفتي الذي ماشى سو يحب وجعليه أن يدفن فيه إن لقو آسو نبي وحا إلهي سبحانه وتعالى نفتي سو كو أفصد ماشى وجعليه إن لقو آسو أو كو دنت ادفنوه كو آس النبي صلى الله وسلم عليه في موضع فراشه قوشي سو ماشي أي تالي كو آسا هل قال لقو آسو حديث كإمام الترمذي بابورين إياه سندك يعني مركع الضعف يبقى كتير لكن حديثك الشواهد بولي هيو أحكام الجنائس بالشيخ ناصر وقصر على رقمك بقول صدني يتضب إلى يعني بقول صدني يسديد مقتصر الشمائل المحمدية يعني صدح بقول يلحي إلى وطن رقمك. حدثنا محمد بن بشار وابن دار وعياش العنبري وعباس بن عبد العديم بن إسماعيل العنبري ثقة حافظ وسوار بن عبد الله سوار بن عبد الله ابن قدامة التيمي العنبري أبو عبد الله البصري يعني وننسقاء وغير واحد يهل وحكبدا قالوا حين أخبرنا وحنور من يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة موسى بن أبي عائشة الهمداني أبو الحسن الكوفي ثقة أخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم نبي قول كذي بعدما مات مركو نبي قول انتيك بعدي حديثك وحاورنا يا بخاري نسائي بن ماجه يا ترمذي وحاورنا وحلقة قادنا يا مصنف كو سيدو أبا بيستي أفسي الله أفسدي نبي صلى الله عليه وسلم عليه يا نبي عمر فودن تيدون كشدا أبو بكر أودن كذي. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهدمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العضار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابانوس يزيد بن بابانوس عن عائشة سندك وحنقو عصب يزيد بن بابانوس البصري ومقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي عن عائشة وحال قوري رضي الله عنها أن أبا بكر أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نبي أصو قلي بعد وفاته مركو لنتي نبي كبعد فوضع وادتي فمه أفكيسة أيو صار بين عينيه لبدي سيندود لحدود حلقة صلاة لبدي سيندود لحدود أيو كرن كذا يا أبو بكر وضع يديه لبدي سقعمود بودتي على ساعديه لبدي سلدون وقال وحر وأنبياء نبي كيغيو وأصفياء صاحب هوسات كيغ صاحب كيغ خاص كهايو وخليلا صاحب هوسات كيغيو قال الإمام رحمه الله تعالى حديث كأحمد الترمذي ابن ماجه ورنيه شيخ ناصر نبو تحسيني ميلا بدن وأحكام الجنائس كم دي رقم كالباتنات حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال وحري لما كان مركوها اليوم مالك مركوها الذي مالك سو دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وصوغ لي مالك الحديث المدينة مقالة مدينة وصوغ لي أضاء منها وحائف تيمي كل شيء شيء دمانتي أضاء منها وحائف تيمي كل شيء شيء دمانتي ودي النور يوحي الرسالة ليهم فلما كان مركو هذا اليوم مالك الذي مالك سو مات فيه لحد صعود انتي نبيه أظلم محمد بعدي منها مقالة مدينة لحد يعني كل شيء شيء دمانتي وما نفضنا ما ننشفن يعني كمان دبان دبن أيدينا قعمها يقع عن التراب عرضي يعني النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه عرضي أن نكرغين قعمها يقع كمان نشفن
وإنا أنقنا لفي دفنه آستان كيسا دحديسا نكسقنين حتى أنكرنا إلى أن إنكرني وأن قنصني قلوبنا قلبيا شهد إلى أن إنكرنا قنصني أنا عليه إسبدل كنغويمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مقالة مدينة مركو صنقلي مدينة ودن بانورسي مدينة ودن بافتيمسي ونور معنوي رسولك صلى الله عليه وسلم عليه بشرية مبادئ إله سبحانه وتعالى أوسو ديبي وحاكم ذها إنه بشرية مقدقة وكسر نور كوسر رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور مركي رسولك صلى الله عليه وسلم عليه إلهي أوف صدي ووحي الرسالة دي أي قبودين وحوليها أنه نبي محمد آسكي سيبا آنو كفارقين أيان قلبك يجي قلوب تيدو يعني سيدي تاعنو قنصم حديث كا ترمذي ابن ماجه أيان لو ذاك سنة حاكم حاكم حليه وصحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي إمام أحمد في مسنده بكسو صار شيخ ناصر المشكات المصابيح شنكم سقال بقول يصدح يطبن بكسو صحيح يالي سيدو كلا شعيب الرنود يلا جندن يكوح يدن سقوط تكتين مسندك قيبتا كنتني أفراد كنتني أفرك مجلة كالكتاي أيقنا حديث كوا صحيح يالين مختصر شمائل المحمدية نصدح بقول يصدن رغم كأبو كسر يالي شيخ قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي عمر محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن جعفر بن محمد جعفر الباقر عن أبيه محمد يعني جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر قال بيت كيوي وإمام يدا إثنى عشرية الشيعات يعني مركا أي شيكتو إن أي معصومين يهين ويجا يعني مسؤولية هي خلافة الله در دارمي أدون كان ضدك كرور لأن إنا يجا كده بفعلان أيت لكن وأئمة أهل السنة هي كم ذي قالوا بحر قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله على القبض ضي الله أفسدي يوم الاثنين مال الاثنين على أفسدي فما كسوون قال النبي ذلك اليوم مال كأسقع يوليله هبين كسيبوا النجادي يو ليلة الثلاثاء يهبين كي سلاسة أيون قادي ودفن والله عصي النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الليل هبين كي والله عصي قال الصفيان وحي الصفيان بن عيينة وقال غيره محمد غير كي وحي التابعين تكلا يسمع حال مغلي يهبين كي صوت المصاحي يعني ما شرفضها أما بضي اللذا يعني صوت كودي صنقده دي بالمغلي النبي قال قاسي من آخر الليل هبينك يعني آخر كيس هبينك قيبتي سيدن بين أيا وحال مغلي صنقني يعني مركا كبحي سي بدلك نبي صلى الله وسلم عليه مركا لو آسي صنقني كبحي سي وقت النبي صلى الله وسلم عليه مال السنين ودنتي مال كتلاذة نبي صلى الله وسلم عليه آسكي سي صحابته وحيك مشغولين xilka iyo hoganka talada muslimiinta cidi ay ku aamini lahaayeen inay ka tashadaan ay ku mashquulsanayeen maalinka talaadada yaani marka oo habeenkii arbacada soo galayso nabiga sallallahu alayhi wa sallam waqtigaas maalinka talaadada habeenkii arbacada soo galayso ayaa la aasay nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi adareemisa marka masuuliyadka iyo talada iyo hoganka muslimiinta taladoodu sida ay u tahay yani marka muhiim u tahay in muslimiinta hoggaan iyo kala dambeyn in loo sameeyo nabiga sallallahu alayhi wasallam ali askiisi waxay saxaabadu kaga mashquuleen xilka iyo hoganka iyo talada muslimiinta inay meel ku ogaadaan islaamku marka fawdo iyo jabhadeyn iyo hadii ilaahay ku rooyo waxa ummada u dhisan ee marka ummadu ay hoos harsanayso in la dumiyo mabaadiida islaamka kama mid ah إن الدميو أنك مكتب معارض يجب هذين هذه قربة ما نكون بربارني تاريخ الإسلام كالذي هي لمايو كوح بحضي أو خليف كي مركا تاقنا كوح بحضي أو وناق يو مصلحهم ومضى مسلمين تاقو كيانتي أما أهدافتي أي هيكسنين حتى حقيقي
laga heli maayo. ولذلك بع علمته وحي أقدر إن أي مدى بحيتان كذا لقبحه وحي أقدر إن مس كتب تعقيدة أيده مسألة لن مرك لقيه أي تاي مسألة اجتهادية أو مسألة فروع ذا فقه كم ذا أتكين تاي أتكين يعني أهمية ذا أي لا ذا هاي وحي أقدر إن يعني كان في كعقيدة يكتب تعقيدة أي أقدر إن والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب وأعلم بالله توفيق.